أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من الأراضي المقدسة، من جبل الزيتون، الجبل المحبب على قلب المسيح الذي يطل على بلدة أورشليم القدس القديمة. هذه البلدة عاصرت أنبياء وقديسون كثيرون، تسمع صدى صوت الأنبياء وبتسمع أيضاً التعاليم اللي تمت من خلال هذه المدينة، وأهم شيء أحبائي الخلاص والفداء اللي تم في هذه المدينة لخلاص كل البشرية. أنا بدعوكم إنه ندرس مع بعض في سلسلة دراسية جديدة شخصيات ميلادية اللي لعبت دور مهم جداً حول ميلاد الرب يسوع المسيح. بعض الشخصيات اللي هي كانت شخصيات سيئة وسلبية، والشخصيات الأخرى اللي الله استخدمها تكون بركة لكثيرين منا نحن اللي منشاهد هذه الحلقات. أنا بدعوكم حتى ندرس مع بعض، وأكيد رح تكون بركة لجميعنا. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. The gospel writers are very diligent to remind us that in the events of Jesus' conception and birth, many prophetic scriptures from the Hebrew Bible are fulfilled. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel, is fulfilled when Mary conceives. The promise to David of a king who would inherit his throne from 2 Samuel chapter 7 is fulfilled in Jesus. I think if I had to see anything that is prophetic in the Hebrew Bible that is the most central to me having to do with Jesus, it would actually be to turn to Isaiah 52 to 53, which is the passage that we call the suffering servant, and talks about how the one sent by God will suffer for the sake of his people and lay down his life. He will justify them from their sins, and his death will provide healing for them. And I think that the Gospels, although it's not part of the infancy narratives, the Gospels spend more time reminding us of that passage of Scripture from Isaiah 52 to 53 than of any other passage. ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكل شيء، الذي به أيضاً عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا جلس في يمين العظمة صائراً أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسماً أفضل منهم. هذه الآيات اللي اقتبستها من رسالة بولس إلى أهل غلاطيا الإصحاح الرابع والعبرانيين الإصحاح الأول هي ملخص للمخطط الإلهي في ملء الزمان. إحنا اليوم عم ندرس شخصيات ميلادية اللي لعبت دور مهم جداً في حياة المسيح أو في ميلاد المسيح. هذه الشخصيات منشوف الكتاب بيحكي لنا عن زكريا، إليصابات، عن يوحنا المعمدان، بيتكلم عن يوسف، عن مريم، عن الطفل يسوع،
بيتكلم عن سمعان الشيخ، عن حنة بنت فنوئيل، بيتكلم عن الرعاة، عن المجوس، بيتكلم الكتاب المقدس حتى عن شخصيات أخرى مثل أغسطس قيصر، بيتكلم عن هيرودس الكبير، بيتكلم عن الملائكة والملاك جبرائيل، بيتكلم عن الروح القدس اللي لعب دور مهم جداً في ولادة يسوع المسيح، وأيضاً كتاب العهد الجديد متى مرقس لوقا يوحنا. كل هذه الشخصيات لعبت دور مهم جداً في ولادة يسوع المسيح في اكتمال الزمن. مكتوب: ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه الكيفية مولوداً من امرأة. الرب أحبائي له السيادة والسلطان المطلق الكامل على كل الأحداث، فالتاريخ من خطية آدم وحواء إلى آخر شخص في التاريخ مش صدفة أمام الله. فالله بيعرف كل نفس، كل نفسية، بيعرف كل اسم، شايفك عارفك وبيعرفنا جميعاً. لكن كل المخطط الإلهي أحبائي حتى يجي يسوع المسيح في ملء الزمان، في اكتمال الزمن لخلاص الإنسان. وهذا الخلاص بيتكلم عنه: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فالله استخدم كل الأحداث واستخدم كل الظروف. فبعطيك بعض الأمثلة كيف أنه الله بيسير كل الأحداث. طبعاً في نبوات عديدة في العهد القديم اللي بتتكلم عن مجيء المسيح، عن ولادة الرب يسوع المسيح في بيت لحم مثلاً، إنه راح يكون المسيح والمخلص أيضاً ويتمم كل هذه النبوات. بس الله استخدم أحداث. من ضمن الأحداث اللي الله استخدمها القوة الرومانية. القوة الرومانية جمعت العالم قديماً في وحدة وبنت الطرق اللي ربطت كل العالم القديم بروما. وطبعاً في أيام ولادة المسيح كانت في أيام أغسطس قيصر اللي أعطى الحكم الذاتي في أماكن كثيرة، ومنهم اليهود اللي كانوا بمارسوا عباداتهم وتقديم الذبائح في الهيكل. فكان كل العالم تحت القوة الرومانية. لكن اللي كان بسود اللي هي الحضارة الهيلينية واللغة اليونانية اللي كانت اللغة الرسمية، فالله استخدمها حتى في العهد الجديد حتى تكون توصيل للبشارة من خلال الإنجيل المقدس. لكن شيء مهم جداً أحبائي بيلعب دور مهم اللي هي الخلفية اليهودية، إنه كانوا بينتظروا المسيح، كانوا أبناء الوعد، وكانوا فعلاً بيقوموا في الذبائح والأعياد وكل الأشياء. فالمسيح لازم يجي لشعب عم بينتظره، عم بيستناه، ولازم يكتمل هذا الشيء. ولاحظ كانت في أيام أغسطس قيصر عم بيطلب إنه يكتتب، يكون في إحصاء لكل المسكونة. في أيام الوالي الحاكم كيرينيوس والي سوريا اللي كان بيحكم البلاد هيرودس الكبير، ويوسف ومريم كانوا في الناصرة، كان لازم يجوا يتركوا الناصرة إلى بيت لحم لأنه من مدينة داود. وهكذا كل هذه الأحداث لعبت دور مهم جداً في تنفيذ الإرادة الإلهية، في تتميم المشيئة الإلهية، إنه الرب يسوع المسيح يولد في بيت لحم لتتميم النبوات وليقوم بالخلاص الكامل. In the fourth chapter of St. Paul's letter to the Galatians, he mentions about the fullness of time in which Jesus was born. It's a very wonderful phrase. In fact, it's so good that I use it as a title for one of my books, because it's Paul's way of saying God had a good sense of timing. When the time had fully come, when everything was ready, then Jesus was born. And it's so true. If Jesus had been born at any other time than when he was, we might not have heard of him today unless God had arranged it otherwise. I'll tell you why. If he would have been born in 100 BC, for example, then the Roman Republic at that point was failing. There were two or three civil wars going on during that century.
the whole the empire to be was drenched in blood. If he would have come afterwards, for example, 400 AD, that would have been too late. The barbarian hordes were invading the Roman Empire. But it was just perfect timing that when Jesus was born, Augustus was in charge. The empire had settled down. He had hung up the traffic lights, so to speak. You could now go by land and sea with impunity. It was safe to travel. This is how St. Paul could later proclaim the good news in Asia Minor, Greece, and Italy, because it was safe now to travel the by lanes of the Mediterranean. It was a perfect time because there was one universal language spoken across the Mediterranean world. It wasn't Latin. It was common commercial Greek, the very language in which the New Testament was written. And this was a perfect international medium for communication. أعزائي من بحيرة طبرية، من بحيرة الجليل، منواصل دراستنا في هذه السلسلة الدراسية شخصيات ميلادية، وطبعاً منبتدئ بالحديث عن ملء الزمان، كيف إنه الله أرسل ابنه في ملء الزمان مولوداً من امرأة ليفتدي الذين تحت الناموس. فالله استخدم مش بس الظروف السياسية والاجتماعية، مش بس استخدم جماعات كثيرة، مثلاً رجوع اليهود وبناء الهيكل وممارسات العبادة. شعب إسرائيل كان بينتظر المواعيد، كانوا بينتظروا المسيا، كانوا بينتظروا طبعاً المخلص، بينتظروا المنقذ. لربما في تفكيرهم كانوا بينتظروا منقذ يحررهم من الإمبراطورية الرومانية، لكن المسيح بركزوا عليه البشائر إنه جاء ليخلص من الخطية. في مجيئين، المجيء الأول جاء للخلاص، في مجيئه الثاني يسوع المسيح رح يرجع للدينونة حتى يدين الأحياء والأموات عند ظهوره. لكن برضو في قصة الميلاد ما بدنا نترك أو نهمل الكتاب بوحي من الروح القدس اللي بيحكوا لنا عن القصة وعن الحدث، وبالتحديد في أربع بشائر في العهد الجديد اللي بتكلموا عن سيرة حياة يسوع، وبيعطونا صورة ونافذة عن ولادة يسوع المسيح. وخليني أبتدي، البشارة الأولى هو البشير متى. البشير متى عاش في منطقة الجليل حول بحيرة طبرية الجميلة، وبالتحديد هو من منطقة كفر نحوم. وفي كفر نحوم كانت وظيفته أو كانت شغلته أنه يجمع الضرائب، كان جابي الضرائب. وعندما قابله يسوع المسيح قال له اترك كل شيء واتبعني. ترك وفعلا تبع الرب يسوع المسيح، وعمل وليمة كبير وعزم كل أصدقائه حتى يسمعوا الأخبار السارة من الرب يسوع المسيح. والبشير متى أصبح واحد من التلاميذ، واحد من الرسل 12، واحد من الرسل اللي الله استخدمهم بقوة عظيمة في نشر البشارة، الإنجيل المقدس، الأخبار السارة. لكن الشيء المهم جدا في متى مش بس إنه كان واحد من تلاميذ المسيح، متى بالواقع بيكتب إنجيل بوحي من الروح القدس، وهذا الإنجيل بيعطينا صورة جميلة جدا عن هوية وعن شخصية يسوع المسيح. فمتى مثلا بيبتدي في إنجيله يقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، وبيكمل في سلسلة نسب يسوع المسيح، وبيصل بيختتم ويقول ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. فبوصلنا من سلسلة الأنساب حتى يظهر شرعية المسيح ومصداقية المسيح، إنه المسيح هو الابن الوحيد، هو المنتظر، وهو جاء من نسل إبراهيم، من بيت داود، من سبط يهوذا،
يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، وبيتكلم عن سلسلة النسب العظيم. فمتى يعتبر الجسر بيربط بين العهد القديم والعهد الجديد، لأنه في فترة صمت 400 سنة. لو ابتدأ مثل ما ابتدأ لوقا يمكن ما بيقدر يصل لليهود. فهو عم بيكتب لليهود، ويعني عنوان إنجيله يسوع الملك، بيظهر أنه يسوع هو الابن الشرعي اللي تمت فيه نبوات العهد القديم، وأنه جاء المسيح للخلاص. فبركز متى على ملكوت السماوات، وبركز أيضا في سلسلة نسب المسيح، بيذكر حتى نساء، وهذا شيء جميل في برنامج الله، ببرنامج فداء الله، إنه بيظهر إنه مش بس الشخصيات العظيمة، في شخصيات مثل النساء المذكورة سمعتها وصيتها مش كويس، مثل ثمار ومثل رحاب الزانية في العهد القديم، مثل رعوث المؤبية، والتي يعني لأوريا الحث بيتكلم عن زوجة سليمان بت شبع. وهؤلاء الأربع نساء طبعا مش المفضلات في السجلات القديمة، لكن بيظهر نعمة الله. برنامج الله هو ممدود للجميع، لليهود وللأمم، وهذا البرنامج هو برنامج الخلاص. فإنجيل متى بركز على هذا الموضوع، بركز على يسوع الملك لليهود اللي هو الأسد من سبط يهوذا. أما مرقس لأنه بيتكلم للرومان، عم بيظهر المسيح الخادم، لأنه معظم الإمبراطورية الرومانية كانوا خدم، فبيقول إنه ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. فإذن بيكتب للرومان وبركز على رسالة يسوع. بأول آية بيقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، ثم يبتدئ بيوحنا المعمدان اللي بهيئ الطريق أمام يسوع المسيح، ثم معمودية يسوع المسيح، ثم التجربة، ثم خدمة يسوع المسيح. فبلخص إنجيله بالأخبار السارة إنه هذا الإنجيل هو فعلاً، يعني هذا الإنجيل ابتدأ بمجيء يسوع المسيح اللي تمت فيه النبوات، يسوع المسيح اللي هو المخلص لكن اللي جاء يخدم البشرية. وهذه صورة حلوة بورينا عن يسوع المسيح الخادم. ابقوا معي، سأعود لأستكمل حديثي بعد قليل. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه، والكلمة صار جسداً وحل بيننا، ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب، مملوءاً نعمة وحقاً. منواصل حديثنا من عند بحيرة طبرية، واخترت هذا المكان لأنه عاشوا مع يسوع المسيح وشافوا خدمة يسوع المسيح. هذه البحيرة الجميلة شهدت أحداث عجيبة جدا، من معجزات خارقة، تعاليم متميزة، ويكفي أنهم رأوا شخص وهوية يسوع المسيح الكامل. فهؤلاء شهود عيان ليسوع المسيح حول هذه البحيرة الجميلة. فإذن عاوز أتكلم عن البشارة الثالثة أو الكاتب الثالث اللي هو لوقا. لوقا طبعاً اللي بيعطينا التفاصيل كمؤرخ. لوقا طبعاً ما كانش من تلاميذ المسيح، لكنه شهد قيامة يسوع المسيح، وكمؤرخ فحص بالتدقيق ولكن بوحي من الروح القدس. لوقا طبعا بيكتب لثوفيلوس، شخصية يعني يمكن كان شريف، كان يمكن في سلك الحكومة، فعم اختبر الإيمان لكن عم بقوي في هذا الإيمان، وبيسرد كل الأحداث في سيرة حياة يسوع المسيح.
لوقا بيخدنا بتفصيل ما قبل ولادة يسوع المسيح، بيتكلم عن تفاصيل ما قبل ولادة المسيح وتفاصيل الولادة وتفاصيل ما بعد ولادة المسيح. فلوقا مثلا بيبتدئ في ظهور الملاك لزكريا في هيكل أورشليم، وثم ولادة يوحنا المعمدان من أليصابات، ثم ظهور الملاك للقديسة المطوبة مريم العذراء في مدينة الناصرة. بيتكلم عن الحدث كاملا، وبيتكلم عن رحلة مريم لعين كارم حتى تزور أليصابات، بيتكلم عن الإحصاء في أيام أغسطس، في أيام هيرودس، في أيام كيرينيوس الوالي سوريا طبعا من الجهة الأخرى اللي كانت تحكم كل هذه المناطق. فلما بيكتب بتدقيق عن هذه الشخصيات فعلا مؤكدة تاريخيا أنه كل هذه الأحداث من الإحصاء وهذه الشخصيات كانت موجودة. فبيتكلم عن ولادة يسوع المسيح في بيت لحم، بيتكلم عن ظهور الملائكة للرعاة، وبيتكلم كل الأحداث ما تلت هذا الحدث، ذهاب يسوع طبعا وبدء حياة يسوع المسيح حتى ذهابه إلى الهيكل. فإذا لوقا بيتكلم بالتفصيل ما قبل الولادة وما بعد الولادة حتى يعطينا الصورة عن الأحداث والظروف التاريخية إنه الله استخدمها، سواء أغسطس، سواء هيرودس، سواء كيرينيوس الوالي، سواء الطبقات المتدينين من الفريسيين والصدوقيين ورؤساء الكهنة والعبادة في الهيكل والذبائح، كلها بيربطها من خلال ولادة يسوع المسيح. وأخيرا أحبائي، البشارة الرابعة هو يوحنا الحبيب، وكتب لما كانت كل الأناجيل الأخرى متداولة، لكن عاوز يركز على يسوع المسيح، يظهر إنه مجد الله فعلا حضر في وسطنا، مبتدئا قائلا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. فبيظهر لنا هوية يسوع المسيح، بيتكلم ما قبل الولادة، بيتكلم عن الكلمة الأزلي اللي اتخذ جسد في ملء الزمان، وأنه هذه الرسالة هي لكل العالم، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هؤلاء الكتاب سواء متى، مرقس، لوقا، يوحنا، اللي كتبوا البشارة المقدسة، الإنجيل المقدس، هي الأخبار السارة إنه يسوع المسيح جاء إلى أرضنا، جاء إلى الأراضي المقدسة، وهذا الشيء بيشرفني أن أكون في نفس المنطقة اللي كان بيتجول فيها الرب يسوع المسيح في هذه البحيرة، هدأ العواصف وأشبع الألاف وهكذا. هذا شرف كبير. منشوف أحبائي إنه البشائر كلها بتكلم عن الأخبار السارة المفرحة، المسيح يسوع جاء إلى العالم، وأنه تألم، وأنه صلب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث، هذا هو الإنجيل المقدس، وهذه البشائر هي الأخبار المفرحة، الأخبار السارة، إنه ما عادش فيك إنك تعيش في بؤس أو في يأس، ما عادش فيك إنك تعيش خايف من المستقبل وخايف من جهنم، جاء المسيح وأعطى الخلاص الكامل والحياة الأبدية. It is very interesting when we study history. A lot of people today, I don't think understand that, but history of 2,000 years ago and further back, there are famous people and we don't know when they were born. We just estimate and guesstimate. I'm talking about even Roman emperors, kings. We don't always know when exactly were they born. Sometimes it's just a guess, educated guess. Well, in the case of Jesus, we can do a little better than that because it's mostly because of Herod the Great. And so Jesus was born near the end of Herod's life. The vast majority of scholars say Herod died in 4 BC. Jesus was born shortly before that in either 5 or 6 BC. And that's pretty well established. And
When you think about it, an obscure carpenter growing up in a small village in Galilee, Nazareth, to actually know when he was born, that's pretty amazing. The Gospels are talking about real people, real events, real places that you can go visit now, that archaeologists can uncover and excavate, that historians can correlate and match up with other histories. اهلا اعزائي المشاهدين، احنا ما زلنا في شخصيات الميلاديه وانا عند بحيره طبريه، بحيره الجليل، وتكلمنا عن ملء الزمان، كيف الله استخدم اغسطس قيصر انه يسن احصاء او قانون انه كل واحد لازم يكتتب، يعني يذهب الى عشيرته، الى بلده، الى سبطه، والى حتى يقوموا في عمليه الاحصاء. لم يكن يدري مع انه يريد ان يجمع الضرائب وينشر نفوذه وسلطانه في كل مكان، لم يدرك أنه يتمم المشيئة الإلهية من خلال ولادة يسوع المسيح في بيت لحم لتتميم النبوات. وطبعا استخدم كيرينيوس والي سوريا، واستخدم هيرودس الكبير اللي كان حاكم على هذه البلاد. لكن في بداية دراستنا عندما نذكر الشخصيات المتعددة في هذه الدراسة، حبيت أبتدي في الشخصيات اللي كتبوا عن ولادة يسوع المسيح، اللي هو متى بيكتب لليهود، مرقس بيكتب للرومان، لوقا بيكتب لليونان، ويوحنا بيكتب لكل العالم. هذه الأربع بشائر بتعطينا الصورة الكاملة عن ولادة يسوع، حياة يسوع المتميز، وعن عمل يسوع وطبيعة يسوع الفريدة. كل هذا تم من أجلك ومن أجلي. وإحنا بنخوض هذه الدراسة بصلي من كل قلبي أنه رب يلمس حياتك ويباركك، وتكون هاي الدراسة فعلا تفتح ذهنك، عينك، قلبك، وتيجي إلى معرفة الرب يسوع المسيح. من بحيرة يسوع المسيح، بحيرة الجليل، بصلي أن الرب يباركك ويبارك أسرتك ويبارك حياتك، ولا سيما في هذه المناسبة الحلوة في أعياد الميلاد. كل عام وأنتم بخير.